هنا تونس الماضي ساعة وثمانية دقائق مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. شكرا على المتابعة وعلى الاهتمام، شكرا لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة ديوان اف ام. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين في النقاش. اليوم نفتح الحوار حول ملف العدالة الانتقالية والأموال المنهوبة في الخارج، ملف كبير، ملف هام وهام جدا، ولكن للأسف هو ملف مسكوت عنه في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل حالة لا استقرار سياسي، رغم صدور تقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع مش نحكيه فيه اليوم مع ضيفتنا في الأستوديو، السيدة سلوى القنطري، مديرة مكتب تونس للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. أستاذة سلوى مرحبا. مرحبا بك، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة. المركز الدولي للعدالة الانتقالية كيفاش نجم نقدموه للمستمعين؟ المركز الدولي للعدالة الانتقالية هو منظمة غير حكومية أمريكية، موجود المقر نتاعها في نيويورك، عندها 7 مكاتب في العالم، منهم أجد مكتب اللي هو مكتب تونس من 2012. كما اسمنا دونك نخدموا على العدالة الانتقالية في معناها بكل دعائمها، سواء كشف الحقيقة، المحاسبة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات، حفظ الذاكرة، وبطبيعة مع اتباع نهج يحترم جدا العدالة بين الجنسين. نخدمه في معناها في البلدان اللي عنا فيها مكاتب، ولكن أيضا ساعات معناها نجم أن نوفر الخبرة الفنية في بلدان ما عناش فيها مكتب. رافقنا تجارب يحبوها برشا في تونس كما جنوب أفريقيا والمغرب، موجودين في كينيا، في الكوت ديفوار، في غامبيا، كنا موجودين في النيبال، نخدموا على سوريا، على لبنان. دونك هذا هو المركز، وفي تونس كيف ما قلت لك من 2012، المكتب من 2012، ولكن نظمنا أول مؤتمر للعدالة الانتقالية في تونس في أفريل 2011 بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وفي 9 سنين هذوما يعني تقريبا رافقنا كل الفاعلين، حكوميين، غير حكوميين، ضحايا إلى آخره، في مسار العدالة الانتقالية. أي مصير للعدالة الانتقالية ولملف الأموال المنهوبة في الخارج، هذا هو موضوعنا ومحورنا اليوم في الساعة الثانية من برنامج هنا تونس. نجدد الترحاب بحمزة المدب زميلي خبير البرنامج اللي رافقنا في التحليل والنقاش. حمزة مرحبا بك من جديد. مرحبا محمد. موضوع مسكوت عليه العدالة الانتقالية، موضوع ما خذاش حظه. كنا نتمناو أنه حقيقة يكون اهتمام كبير بالعدالة الانتقالية وبمسار العدالة الانتقالية، لأنه ربما فما الجانب القانوني أكيد، فما الجانب الإجرائي أكيد، ولكن ما فماش ديمقراطية بدون عدالة انتقالية. يعني العدالة الانتقالية هي وسيلة لبناء ديمقراطية بدون عنف، بدون ثارات. يعني ما فماش ديمقراطية، احنا نبنيه في الديمقراطية، كان الأولى أنه يقع أعطاء العدالة الانتقالية اهتمام حقيقي، وتكون محور اهتمام طبقة سياسية، تكون على الأقل نخرج بالمسار بنوع من une base commune، يعني حاجة على الأقل مشتركات في حدودها الدنيا اللي تصلح لنا أنه نبني على المشتركات هذه. ممكن نختلفوا، ممكن قراءات تختلف حتى نظرتنا للماضي، ولكن على الأقل في علاقة بقراءة الماضي وبالذاكرة نخرج بمشتركات. يعني مش ما نصورش أنا في افريقيا الجنوبيه ما صارش بناء نوعا ما مشتركات، اعتراف واعترافات متبادله، اعترافات وصفح ان صح التعبير في اسبانيا بصفه اقل، ولكن في اوروبا الشرقيه مثلا، في بولونيا مثلا، احنا للاسف، وحتى في المغرب بالمناسبه، وحتى الملكيه لما اذنبت ولما اعترفت وقالت انه كانت سنوات الرصاص، لزاني دو بلون ما سمي بسنوات الرصاص في عهد الحسن الثاني، وانه الدوله والنظام في المغرب تحمل مسؤوليته بشجاعه، كانت عنده شجاعه الاخلاقيه انه يتحمل المسؤوليه. للاسف ما شفناش الشجاعه الاخلاقيه هذه في تونس، شفنا خدمه كبيره من الناحيه الاجرائيه، شفنا خدمه كبيره من الناحيه القانونيه، شفنا يعني منظمه المجتمع المدني خدمه ممتازه، ولكن شفنا تسييس للملف من قبل فاعلين سياسيين، شفنا نوع من نوع يعني من
اختزال ملف كبير وسامي كما العدالة الانتقالية في مواضيع محددة ومعينة وربما سطحية يعني على أهميتها. يعني ملف العدالة الانتقالية ما هوش فقط تعويضات، ما هوش قداش كيلو النضال يا مدام ولا يا معناتها، وقيل هذا وسمعناه فيه إهانة ومس وكرامة، حتى الناس اللي تعرضت للتعذيب يعطيك الصحة، هذا هو الناس اللي تعرضت للمظالم في وقت من الأوقات. وهذا كان المفروض أنه يعني نبني مشتركات. للأسف على الأقل من ناحية هذه ممكن القول، وربما رأي مدام الجانتري مهم، هل فشل مسار العدالة الانتقالية؟ هذا هو السؤال مش جاوبنا عليه بعد شوية. مدام سلوى الجانتري مديرة مكتب تونس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، أين نحن من العدالة الانتقالية؟ ماذا تحقق من مسار العدالة الانتقالية؟ شنو المطلوب اليوم لاستكمال هذا المسار؟ علاش فما انقسام في الطبقة السياسية، لدى النخب، حتى في المجتمع المدني أحيانا في تقييم هذا المسار؟ أيضا ملف الأموال المنهوبة اللي رجع الحديث عليه بعد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا في لقائه بوزيرة أملاك الدولة، وانت كنت التقيت في وقت سابق بالوزير السابق غازي الشواشي لما كان على رأس وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية، في علاقة بهذا الملف بذات أكثر تفاصيل وأكثر إيضاحات وأيضا قراءة في هذا الموضوع بعد شوية مع سلوى الجانتري مديرة مكتب تونس للمركز الدولي للعدالة الانتقالية مباشرة بعد الفكرة. نبيلة، كخيار مدني حقوقي سلمي من خلاله نجم الحق والانتقال من حقبة إلى أخرى، نجم نطوي وجراح الماضي ما غير ما يكون فما تشفي، ما يكون فما انتقام. وين تونس اليوم؟ أين نحن من العدالة الانتقالية؟ شو تحقق من العدالة الانتقالية؟ نجحنا؟ فشلنا؟ في منزلة بين المنزلتين؟ لهنا نحب نرجع معناها للي قاله سي حمزة قبيلة، نحب نقول اللي هو خيار مدني اللي كان أيضا خيار شجاع، لأنه بالنسبة لدولة معناها كما تونس خرجت من الثورة في 2011 وكانت أهم المطالب اللي خرجوا عليها التوانسة في الشارع كانت هي المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ولكن تونس اختارت أنها تعمل مسار عدالة انتقالية فعلا لإرساء ديمقراطية مدنية. فرنسا مثلا بعد الحرب العالمية الثانية شارل دوغول قال كذا ماهيش من الأولى، مش وقته، ماهيش من الأولويات حالية. في تونس بعد السنين هذه الكل، بعد الحوار الوطني العدالة الانتقالية، بعد هيئة الحقيقة والكرامة، بعد صدور التقرير، بعد زيادة تفعيل الدوائر القضائية المتخصصة، مازلنا في نجم نقوله مسار متعثر. ما نجمش نقول لك ناجح، ولكن زيادة ما نجمش نقول لك اللي هو فاشل، خاطر كلمة فاشل فيها ظلم كبير لنضالات قوية وكبيرة من المجتمع المدني ومن جمعيات الضحايا اللي تكونت بعد الثورة ومن الناس الكل اللي أمنت بالفكرة هذية وخدمت عليها ليل ونهار. خدمت ليل ونهار معناها باش توصل فكرة التوينسة كيف يكون مسار العدالة الانتقالية في الحوار الوطني، من بعد باش لمت حتى الدوسيات لهيئة الحقيقة والكرامة، باش هي معناها في 30 جوان 2016 قالت أنا عندي 62 ألف ملف، من بعد باش معناها نزيدوا نحسنوا وعي المواطن التونسي من خلال جلسات الاستماع العلنية، من خلال معناها توفير كل الدعم للهيئة في التحقيق باش وصلت عملت التقرير الختامي، وبعد من خلال زيادة المناصرة لي معناها أنه يكون فما التقرير منشور في الرائد الرسمي، لأنه إذا ما يتنشرش ما فماش تبعات قانونية عليه. فاليوم في تونس فما مسار متعثر، فما انتظارات طبيعيا انه يكون سقفها عالي، لانه الدوله عملت اختيار وعملت انجاجمون من خلال قانون العداله الانتقاليه وما تليه من تفعيل للمؤسسات اهمها هيئه الحقيقه والكرامه. اليوم مثلا نعطيك كيفاش معناها متعثر كونكريتمون، يعني اليوم بعد ما بدينا في صندوق الكرامة معناها ما فهمناش علاش معناها فما شخص مشي وما كانش فما تعويض واضح لشخص على رأس المؤسسة، في حين أنه معناها فما تقريبا 30 ألف ضحية عندهم مقررات جبر ضرر. خلينا نوضحوا للمستمعين مدام فاسترونش، ماذا نعني بصندوق الكرامة؟ صندوق
حق الكرامة لجبر ضرر ضحايا الاستبداد هو الآلية الحكومية اللي ستعنى بتنفيذ مقررات جبر ضرر اللي أعطتهم هيئة الحقيقة والكرامة للضحايا، ولكن أيضا معناها تنجم تخدم مع الحكومة في تنفيذ جبر ضرر المنطقة وجبر ضرر الجامعي. يعني لهنا موجود زيادة في قانون العدالة الانتقالية أنه هذا الصندوق يمكن أن يقبل التبرعات والهبات حتى من الخارج، المهم أنها ما تكونش مشروطة، اللي هي حاجة طبيعية. دونك هذية ديجا عندك آلية معناها لحد الآن متعطلة. الآلية الأخرى اللي طالبنا منذ تفعيلها في 2018 وبداية المحاكمة الأولى متاع المطماتي الله يرحمه في جابس في 2018 هي الدوائر القضائية المتخصصة. يعني شوف أنت قديش من حركة قضائية صارت بعد تفعيل الدوائر القضائية المتخصصة، وما فهمناش علاش يتم تعويض قضاة جالسين في الدوائر القضائية المتخصصة. يعني فما برشا منظمات وفما برشا فاعلين أعطاو توصياتهم للمجلس الأعلى للقضاء أنه راهو مهم برشا أنه القاضي الجالس يتعامل مع الملف بصورة متواصلة باش يفهم الملف، باش زيادة ينجم معناها يعطي فيه مردودية بالحق تعكس معناها العدل والإنصاف، طلب العدل والإنصاف اللي موجود عند الضحية. لغاية الحركة القضائية الأخيرة اللي جمعية تونسية للقضاة خرجت فيها بيان وعملت فيها ندوة صحفية، نلقاو فما دوائر قضائية معناها فما قضاة تنحات منها كيما الدائرة القضائية متاع نابل. لهنا راهو زادة معناها أنت ما بين المشاكل اللي عانى منها مسار العدالة الانتقالية واللي قاعدة تتواصل مثلا مع الدوائر القضائية المتخصصة. أول حاجة تلقى الضحايا يقول لك قعدنا بارشة باش جات هيئة الحقيقة والكرامة 4 سنين بعد ولا 3 سنين بعد الثورة، يعني بين 2011 جات هي في 9 جوان 2014 بدأ الانطلاق الرسمي لأعمالها. الهيئة في حد ذاتها القانون اعطاها موندات طويل اللي هو خمسة سنين، وبعد تزيد انت معناها تخليلي الدوائر هذية يعني ما يكون الحكم هذاك قانوني 100% إلا ما يستجيب للشروط اللي هي موجودة في قانون العدالة الانتقالية أنه جلوس القضاة ويكونوا مدربين على العدالة الانتقالية. فنلقاو رواحنا في سيكل متاع كل عام أنت تنحي قاضي منا وقاضي منا ولا ساعات تفرغ دائرة كاملة، يزمنا نجيبوا قضاة أخرين، يزمنا نعاودوا ندربوهم على العدالة الانتقالية. نحن كمركز خدمنا الخدمة هذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإلمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يلزمهم يستنسوا بالملف. وقتاش هالملف اللي تحول للدائرة وقت الهيئة كانت تخدم، لأنه حسب القانون هي الوحيدة مخولة بتحويل الملف، وقتاش الملف هذايا سيحجز للمداولة والحكم إذا كان أنت باش تقعد معناها كل مرة وأنت تنحي في القضاة من هنا ومن غادي. لهنا حتى الضحية يصير له تعب، يصير له فتيق، عيه سنين 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 يستنى، وبعد سنين هو داخل في المسار، وبعد تحول الملف، وبعد في الأخر يقول لك إلى أين. وبعد زيادة فما حاجة أخرى اللي هي معناها بطريقة أو بأخرى هي صحيح طبيعية، أما تزيد معناها طين بلة. يعني أنت كي تلقى مثلا فما رموز من النظام السابق اللي هما موجودين في الملفات هذيك ويطالبوا، يقول لك معناها المفروض نحن نمشيوا للمصالحة والعفو إلى آخره. هو راو كل إنسان معناها من حقه أنه مدام اعتذر واعترف وإلى آخره أنه يعني سي هو خلص الفاتورة هذيك ويعاود معناها يدخل في الإطار العادي في التعايش مع المجتمع هذيك. يعني أولا وأخيرا تونس مثلا ما حطتش العزل السياسي لأنه المسار هذي ما حبينهش يكون متاع تشفي وانتقام وإقصاء، ولكن زيدا معناها من جهة تلقى الناس هذي الطالب بالعفو ومعناها أنه المحاكمة تقف إلى آخره، ولكن الدولة هذي اللي دخلت في مسار العدالة الانتقالية هل وفرت زيادة سبل الإنصاف والعدالة لتلك الضحية وقت أنت كل مرة تنحي لهم القضاة من الدوائر وتخلي الملف اللي ساعات فما ملفات جاهزة معناها للحكم وبعد تلقى معناها الدائرة فرغت من المحاكمات. دونك حكيت لك على صندوق الكرامة، حكيت لك على الدوائر القضائية المتخصصة، فما تعثر زيادة في أنه تكون فما استراتيجية تواصل واضحة من الحكومة المكلفة بتنفيذ توصيات التقرير الختامي مع
الضحايا أولا والجمهور العريض، لأنه التقرير الختامي ما هوش للضحايا فقط. مدام الدولة ما عملتش آليات فعلية وحقيقية ومفعلة على الأرض لعدم تكرار تلك الانتهاكات، توصيات وعدم تكرار تلك الانتهاكات، مدام كل مواطن تونسي معرض لذلك الانتهاك اللي صار عام 80 عام 60 عام 55 إلى آخره، أنه يعاود معناها يصير توا زيادة، معناها فما حاجة لاستراتيجية متاع تواصل واضحة كيفاش الحكومة باش تفعل معناها مخرجات العدالة الانتقالية. في الأول في بالنا تنفسنا معناها وقت خرجت الوثيقة التعاقدية متاع حكومة السيد الفخفاخ اللي فيها تفعيل مخرجات العدالة الانتقالية، وبعد بدا معناها بصورة سريعة وإيجابية نشر التقرير الختامي، وبدات فما خدمة في الإطار هذايا، ومن بعد فما صمت، فما سيلونس راديو، فما ريبتور، فما معناها فما قطيعة في النص. زيد عليها انت معناها الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، الكورونا الى اخره. فهذا معناها طريقة التعامل مع ملف حساس كيف هذايا يخلي معناها يبعث مساج حتى للمواطن العادي اللي راهو هذايا ملف درجة مش ثانية برك، درجة ثانية وثالثة ورابعة، مش وقته، ماهوش هذايا هو توا الأولوية. في حين أنه أنت كان معناها بالحق تعطيه حقه وتبعث المساج اللي يلزمك معناها تبعثه، أتو يلقى زاد المواطن العادي هذاك أنه هو مثلا يحب يكون فما تفعيل للمحاسبة معناها من ناحية أنه هذا لن يحصل مرة أخرى في تونس، أنه يتم فما تفعيل جبر ضرر باش يعرف اللي راهو التهميش اللي طال المنطقة ألف ولا باء، مش على خاطر فما فلين ولا فلتين معارضين سياسيين فقط، ولكن هو زاد اتضر كضحية غير مباشرة. تو يعرف اللي راهو تخليد الذكرى يخلي اللي معناها الأجيال القادمة بالحق معناها تتشبع من الأول بثقافة حقوق الإنسان، وتولي احترام الديمقراطية وحق الشخص وخاصة حقه في الاختلاف تولي حاجة طبيعية. حقوق الإنسان اللي هي تم حذفها من الحقيبة الوزارية، اللي هي تم حذفها من الحقيبة الوزارية، والعدالة الانتقالية ما عاش عندها وجود في أي حقيبة وزارية. جسمه على هذه أنا قلت لك معناها، والمشرفة على الملف أيضا تم إقالتها. جسمه على هذه معناها أنا قلت لك معناها لازم يكون فما تواصل واضح من خاصة معناها رئاسة الحكومة، معناها كيف سيفعل هذا معناها ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة، خاطر توا فما حاجتين مهمين برشا. قانون العدالة الانتقالية شو يقول انه بعد ما انت تنشر تقرير ختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي، الدولة يلزمها تخدم على تعمل معناها تعمل مخطط لتنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير الحقيقة والكرامة. باش تقول لي اي توصيات؟ باش نقول لك كل تجربة معناها مثلا انت تعطيهم ألف، هما كل دولة تختار معناها شنية التوصيات اللي باش تخدم عليها أكثر منها، معناها ما فماش واحدة اللي خدمت 100% على التوصيات كلها من الأول للآخر، ولكن لازم يكون فما تفعيل. الحاجة الأخرى اللي زيدا شفنا فما معناها حاجة صارت وبعد معناها اختفى كل شيء، انه مثلا فما لجنة العدالة الانتقالية اللي في مجلس نواب الشعب معناها اجتمعت وحكيت في تفعيل الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية اللي بخلاف المخطط اللي تعمله الحكومة، يقول انه هذا المخطط معناها تراقبه لجنة في البرلمان التونسي اللي هي يقولوا لها لجنة 70 خطرة مذكورة في الفصل 70. دونك كان فما اجتماع في الاطار هذايا وحكيه معناها في هذية، ومن بعد معناها زادة صمت تام. فأنت توا معناها عندك شريحة كاملة من المواطنين التوانسة، على الأقل ما نحكيش على المواطن اللي ما هوش مشمول مباشرة، عندك شريحة كاملة من المواطنين التوانسة اللي تسلط عليهم العنف السياسي ودخلوا في مسار هيئة الحقيقة والكرامة وخرجوا بقرارات جبر ضرر ولا تحولت ملفاتهم الدوائر القضائية المتخصصة، وعندك تقرير ما دام نشرته في الرائد الرسمي فأنت معترف به كدولة، عندك تقرير ولكن ما بعد هذا الكل نحن في الضباب. معناها أنت كنت تشوف فما حد يقول لك لا، على الأقل مثلا والكل يتجنب في الموضوع هذا، إيه
الكل يتجنب بالرغم من انه لهنا نحب نرجع زيد كلمه معناها قالها سي حمزه في الاول، قال هو الملف مسيس. العداله الانتقاليه هي فعل سياسي، هي اساسا فعل سياسي وتحتاج لاراده سياسيه ورؤيه سياسيه ومقاربه سياسيه، وشفناها في تونس. معناها باش مثلا وقت جات هكا قانون، مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه الاداريه من بعد في الاخر اداريه، وقالوا مش تعمل 2% نسب النمو، نستنيو في زوز بالمية. دونك يا اخي عملنا مو 21 صحيح. دونك انت عندك 3 سنين معناها عندك مجتمع مدني ناضل بقواه الكل انه معناها رافض لهذا قانون الفساد. هذا وهو قانون الفساد معناها سامحني بلي خدمتوش عليه مادام ما عندكمش معطيات عليه، ماذا حقق؟ شكون استنفع منه القانون هذايا اللي تقلبت عليه البلاد عامين ولا 3 ولا تقلبت عليه البلاد، ولكن معناها في الاخر تعدى في مجلس نواب الشعب. على ذيك قلت لك فعل سياسي، يعني فماش اراده سياسيه خلات انتفع بهذا القانون. من انتفع ما قالوا مش يحقق 2% نسبه النمو، من انتفع بهذا القانون. نحب نقول لك اللي نحن قعدنا جوست في شويه معناها في شويه تسريبات حول الاسم الفلاني ولا الفتاني، ولكن من بين اعتراضاتنا نحن كمركز دولي للعداله الانتقاليه وحتى زملاء في المجتمع المدني اللي خدمنا على معارضه هذا القانون، انه فما اوباسيتي كبيره، ما فماش وضوح معناها. عندك لجنه باش تخدم بصوره سريه، قضاة يتحولوا الى اداريين، ما عندكش انت معناها وضوح لا على الاجراءات لا كيفاش معناها هذا الكل باش يصير، باش انت في الاخر تخلط لما يسمى المصالحه. وكيف ما قلت سيادتك معناها هل حققنا معناها هل نسب النمو؟ فلهنا الفعل السياسي في الاطار القانون هذا اللي زاد كان ينفع في طبقه سياسيه معينه. تحدثت على الغموض السياسي في علاقه بهذا الموضوع مدام سلوى القنطري، وتحدثت على انه هذا المسار هو فعل سياسي بامتياز. في وقت سابق قانون المصالحه الاداريه كان اثار جدل كبير، والبعض تحدث عن صفقه سياسيه بين حركه النهضه والمنظومه القديمه، بين راشد الغنوشي والباجي قايد سبسي. مرر هذا القانون لليوم ما نعرفوش شنو عمل. البعض يعتبر انه فيه انتكاسه لمسار العداله الانتقاليه، وهذا مشكل في حد ذاته. اليوم وين المتابعه؟ وين المتابعه لمثل هكذا قوانين؟ شكون هم الناس اللي استنفعوا بالقانون هذا؟ ماذا بينا اليوم يتم فتح هذا الملف؟ وحبيت نربط الموضوع هذا بتدوينه كتبها الاستاذ سامي ابراهيم، اللي هو من الشخصيات المرموقه ولا يلقي الكلام على عواهنه. يقول بعض الاسلاميين يتصورون انهم وحدهم او هم الطرف الابرز الذي تتعلق به انتهاكات منظومه الفساد والاستبداد، لذلك فلهم تفويض حصري للعفو وانهاء مسار العداله الانتقاليه وطي صفحه الاستبداد. من خلال اشتغالي مده قصيره في هيئه الحقيقه والكرامه اكتشفت انهم فئه قليله من الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات، وفاصل في مسار العذابات والانتهاكات التي شملت اجيالا وفئات من كل الالوان على امتداد تاريخ دوله الاستقلال وجغرافيا البلد ومنافيه. المده المشموله قانونا بملفات الانتهاكات تقع بين 1955 و2013، لذلك لا حق لهم في تقرير انهاء هذا الملف وتصفيه مخلفاته بشكل منفرد وبالوكاله عن عموم ضحايا سياسات الانتهاك والتدمير على امتداد الاجيال والحقبات. هكذا كتب سامي ابراهيم، ما يشي ما يوحي بانه مره اخرى ملف العداله الانتقاليه يبدو انه وضع في المزاد السياسي وفي سوق السياسه والحسابات السياسويه الضيقه. حمزه المتب صحيح، وللاسف انه يبدو انه وضع، هو وضع يعني مش يبدو، ماهوش انطباع، هو اكيد انه وضع في ارتهن لحسابات سياسيه. يعني مدام سلوى كانت تحكي على تعثر المسار، يبدو وكانه انتهى مسار بالنسبه لبرشا ناس، بالنسبه لجزء كبير من الطبقه السياسيه انتهى المسار بانهاء اعمال هيئه الحقيقه والكرامه، وقت اللي كل ربما الاهم، يعني مهم جدا عمل الهيئه، ولكن ما بعد الهيئه مهم جدا، يعني مهم بصفه كبيره. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى انا تقديري انه وقع ربط الملف العداله الانتقاليه بي 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 بالتجاذبات السياسيه في البلاد، هذا واضح. وهنا نشوفوا فيها عركه عبير موسي والنهضه خير مثال على هذا، واللي كان يقول فيه سي سامي ابراهيم مهم، لانه
الواقع أن العدالة الانتقالية تعيد النظر في السردية المؤسسة للدولة الوطنية من 55. يعني كل السردية الدولة الوطنية من بنا وشكون شكون اللي عمل رأس مال رمزي ببناء الدولة وغيره وغيره. والسردية متاع الجمل. والسردية متاع الجمل والسردية متاع الضحايا. من هم الضحايا؟ نكتشفوا أنه الضحايا برشا. يعني ضحايا يوسفيين. ضحايا منظمين في الحركة الوطنية. قوميين. نقابيين. يساريين. يساريين. إسلاميين. حقوقيين. من كل الروافد الفكرية والسياسية. من كل الروافد الفكرية والسياسية والمدنية. حقوقيين أيضا. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. نقابة الصحفيين. طبعا. جمعية القضاة التونسية. طبعا. طبعا. يعني وهذا هذا هذا دليل أنه معناتها ضروري الناس هذوما الكل أنه يوجدوا نوجدوا لهم يعني نعترفوا بتضحياتهم وبالانتهاكات اللي ارتكبت في حقهم. يعني ضروري إعادة النظر في السردية الوطنية. هذا من ناحية. حتى أحمد بن صالح اللي توفى اليوم هي نفسها فترة أحمد بن صالح ما خذتش حقها من التحليل الموضوعي والفهم الموضوعي والدراسة الموضوعية. يعني بلاد أمنيزيك احنا. يعني بلاد تريد أن تمر للمستقبل بدون النظر في الماضي نهائي. مش بلاد ما تنظرش في الماضي. ناخذ حالة إسبانيا. إسبانيا بني الانتقال الديمقراطي في إسبانيا على حاجة اسمه لباك دو لوبلي. باك النسيان. ميثاق النسيان. لن نتكلم. الواقع أنه بني الانتقال الديمقراطي ولكن ظل هش جدا. واليوم ملف واحد من الملفات المتفجرة هو ملف العدالة الانتقالية. انتهاكات الحرب الأهلية الإسبانية اللي دارت ما بين 36 و39. الجراح لا تنسى. حتى لو ماتوا يعني الناس اللي ربما اللي تعنيهم في المقام الأول أحفادهم ما نساوش الانتهاكات. العائلات التي هجرت وشردت ما نساوش. هذا من ناحية. ناحية ثانية وجود إسبانيا كدولة اليوم حقيقة تمشي في الكتالونيا ترى سب وضرب وشتم في إسبانيا. وحدة إسبانيا على المحك لأنه ملف العدالة الانتقالية لم يداوي جراح الجراح في إسبانيا في الكتالونيا سامحني في البي باسك في وغيره وغيره. يعني كان المفروض إعادة الاعتبار للجهات كما احنا ملف ما ننساوش القاسرين وملف القاسرين وغيره من الجهات الداخلية. ولكن ملف يعني توضع في عند العدالة هيئة الحقيقة والكرامة الآن في تطاوين في الكامور وفي قفصة يعني هذا امتداد عنده جذور تاريخية. امتداد فما غبن حقيقي عند فئات وعند جهات. مش ممكن يقع بناء التجربة الديمقراطية بالتغاضي عليه. أنا خايف أنه لن نتيحه جزء من الطبقة السياسية على الأقل ربما تستهويه فكرة لباك دو لوبلي وتولي عندنا ديمقراطية سيرسي. يعني حقيقة رهن الإيقاف ديمقراطية رهن الإيقاف لأنه بدون الخوض وبدون إعادة النظر في الماضي مش ممكن بناء لا توافقات ولا أرضية مشتركة ولا غيره. مسألة ثانية مش ممكن حتى الحديث حقيقة على إصلاح الدولة. يعني إصلاح الدولة اليوم في تونس رهين تفكيك ملفات الأموال المنهوبة مراكمة الثورة الثروة كيف راكم عدد من رجال الأعمال الثروة الترابلسية وغيره وغيره. ولكن ما فهمش كان ترابلسية ما يخزوش زاد الموضوع في عائلة. كيف وقع مراكمة الثروة في تونس؟ كيف تداخلت السياسة مع المال مع عالم المال؟ كيف وقع التلاعب والاعتماد على كيف استولت بعض المصالح على مراكز القرار داخل الدولة؟ يعني هل ممكن اليوم إعادة النظر في الدولة إصلاح الدولة فصل الاقتصاد الريع فصل السياسي عن الاقتصاد وأصحاب المصالح بدون النظر في 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 الملف هذا الكل؟ يعني الحديث عن الأموال المنهوبة وكأني أموال تبخرت. يعني كيف روكمت هذه الأموال؟ كيف وقع تسفيرها؟ يوم نشوفوا أنه مسؤولين على 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 التلاعب بأموال عمومية وأموال البنوك وقع تعيينهم اليوم في ومذكورين في التقرير الختامي وفي تقرير سي عبد الفتاح عمر مذكورين. يعني لوبلي نو في با اون ديموكراسي راهو صدقوني. هذه يعني ربما على الطبقه السياسيه انه تفهم هذا لانه ان لم ينفجر الوضع في السنوات القادمه سوف ينفجر عاجلا ام اجلا. مستحيل تبنى بديمقراطيه صلبه على ارضيه هش. ولانه الجراح كي ما تداواش تبقى متعفنه ومش تخلف امراض وعاهات
مستديمة. مدام سلوى القنطري مديرة مكتب تونس للمركز الدولي للعدالة الانتقالية أشار لنقطة هامة وهامة جدا حمزة المدب في تحليله لما تحدث عن التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، فما ناس ذكرت فيه، فما ناس حولها اتهامات فساد، فما ناس استغلت مناصبها لخدمة مصالحها أو لخدمة لوبيات بعينها اقتصادية وما إلى غير ذلك، لكن في المقابل فما وجهة نظر أخرى لابد أن نستمع إليها. فما ناس كانت رافضة لنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، يقول لك هذه سردية موجهة، سردية تنتصر لطرف سياسي بعينه اللي هو الإسلاميين، ويقول لك اليوم التقرير هذا ورطنا وخير مثال على ذلك قضية البنك التونسي الفرنسي. بون السردية لهنا باش تعرفها مواجهة ولا مش مواجهة يلزم زادة معناها تكون أنت أول حاجة عندك خلفية كيفاش وصلت هيئة الحقيقة والكرامة، كانت هيئة الحقيقة والكرامة لهنا مثلا بالنسبة للإسلاميين، وحكينا على برشا عائلات سياسية وقت قلتوا اللي راهو الدكتاتورية معناها مستثنيت حتى عائلة، الدكتاتورية مستثنيت حتى واحد، أي واحد تشوف فيه معناها معارض ولا خطر مصدر خطر فما ما تستثنيهوش ما تختارش، لكن اللي خلى أنه مثلا كانوا الإسلاميين العدد متاحهم أكثر أنه في الوقت هذاك يمكن زادة كانت برشا فما مؤاخذات على أنه وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هي اللي عملت الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية مش منظمات المجتمع المدني، أنه كان على وقتها على رأسها وزير من حزب النهضة الإسلامي، أنه كانت زادة معناها فما مؤاخذات على طريقة اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة في المجلس الوطني التأسيسي، فتلقى أنه فما عائلات إيديولوجية معينة وسياسية معينة هي اللي اختارت أنها توخر التالي، فظهر عدد الملفات متاع الإسلاميين أكثر، لكن هذا ما يعنيش اللي هما أكثر ناس معناها تعرضوا للانتهاكات، أما فما ناس أخرى زادة تعرضت للانتهاكات. بالنسبة للتقرير الختامي ما كانش متسرعنا نشره اليوم، الدولة التونسية قد تكون تورطت في قضية البنك الفرنسي التونسي على سبيل الذكر، هذه عين صغير. شوف هو راهو قبل ما نخلطوا للبنك الفرنسي التونسي نحب نقول لك حاجة، نشر التقرير في حد ذاته النشر فقط في حد ذاته راهو بخلاف اللي هو معناها واجب قانوني محمول على الدولة بموجب قانون العدالة الانتقالية، راهو زادة نوع من أنواع العدالة بالنسبة للضحايا. يعني إنسان دخل في مسار الهيئة هذه كحتى الملف عيتوا له استمعوا له تم التحقيق أحيل ملفه ولا ما أحيلش خذيه، معناها قاعد يستنى في أنه التقرير هذاك يخرج فوالا، هذية في حد ذاته معناها النشر راهو نوع من أنواع الإنصاف والعدالة بالنسبة للضحايا. جي أنت تقول لي الدولة التونسية تورطت ولا ما تورطتش، راهو فما حاجة أنه زادة الدولة هي سيدة نفسها، يعني أنت كي عندك التقرير هذاك فهمت تنجم تنشره، ولكن تقول أنا سأدقق معناها سأدقق في واحد اثنين ثلاثة من التقرير هذاك كي تشوف اللي هو باش يضر بمصالحك كدولة. فما أراء مشيت في الإطار هذايا وقالت لا تنشر التقرير وإلى آخره. نحن كمركز دولي للعدالة الانتقالية بالنسبة لنا يجب نشر التقرير لأنه قانونيا واجب، ولكن أيضا لأنه معناها سي فورم دو جوستيس بالنسبة للضحايا، ولكن كي تقول لي الدولة ورطت نفسها زاد الدولة يلزمها حتى هي معناها تعرف تتصرف مع التقرير. فما حاجه اخرى لهنا انا معناها ما نعرفش كان هو انا معناها باش نستبق سؤالك وقتها وقفني والا لا، يعني نحن شفنا اللي صارت فما بوليميك كبيره بالنسبه ل قرارات التحكيم والمصالحه. انا لهنا كي نشوف البوليميك هذيا معناها انا عندي تقرير ومن المفروض انه يكون فيه ملحقات، وما بين الأشياء اللي تم معناها التركيز عليها كخاصية من خاصيات التجربة التونسية في العدالة الانتقالية هي التحكيم والمصالحة. المفروض أنت ديجا معناها كهيئة عملت 8 قرارات فقط، علاش القرارات هذه مش منشورة؟ علاش تخليني أنا قبل ما نكون نخدم في مجال العدالة الانتقالية كمواطن تونسي نتابع كان في العرك؟ علاش انا مثلا واتهامات وفساد وتضارب مصالح واشياء من هذا القبيل؟ ليه مش صحيح؟ ليه صحيح؟ ليه عملت؟ ليه ما عملتش؟
أعطيني أنا القرارات هذه تكون منشورة فهمت، يطلع عليها العموم، يظهر لي ما فما حتى حاجة قانونية تمنع من نشر شفافية. هذا مبدأ دستوري، ما فما شيء يمنع حتى شيء في قانون العدالة الانتقالية نقوله على ليميت معناها بخلاف اللي أنا معاك في حكاية الشفافية ومبدأ أخلاقي وإلى آخره، أنشره وخلي الناس معناها تشوف هل فعلا معناها السرديه اللي على الاقل نحكيه على الجانب معناها اللي الفساد اللي تعاطى مع الفساد المالي في التقرير، هل السرديه هذيك موجهه مش موجهه؟ يعني زادة كي تعطي انت النفاذ الى المعلومه زادة هذيك يعاون معناها في تكوين راي مهم حول مسألة كيف هذه. رغم هذا ما زلنا نعيش في مفارقات سروى القنطري وآخرها ربما تدوينة الأستاذ لطفي زيتون القيادي في حركة الناظر الوزير السابق اللي يدعو فيه للصفح ولتجاوز الماضي مع عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في نفس الوقت اللي مثال صغير ثلاثة من شبان حركة النهضة أعدموا في قضية باب سويقة الشهيرة وما أدراك، بقطع النظر عن طبع هذه الجريمة إن كانت إرهابية عنف سياسي قضية ملفقة، حكموا في محاكمة غير عادلة وأعدموا، ولليوم عائلاتهم يطالبوا بالرفات متاعهم. قيادي في النهضة يسكت حول هذا الموضوع اللي هم حزبه واللي هم شباب كانوا كيفه في نفس السن في الفترة اللي كان فيها هو شاب، ويتحدث عن بن علي ورموز النظام السابق. كيف نفسر هذه المفارقة سياسيا اليوم؟ والله ما تلخص مسار العدالة الانتقالية بتعثراته بمفارقاته بأشياء عجيبة في حقيقة. أي تلخص اللي هو كمسار معناها خرجنا منه الخلاصة متاعه، معناها أنه كل عائلة سياسية بتحب تاخذ بايها في بلاصة أنه هو خطر. أنت كي تقول لي ثلاثة عائلات بالنسبة لي أنا كي نشوفهم نشوف فما ثلاثة مواطنين توانسة معناها يمكن تسلطت عليهم محاكمة جائرة ما لا تستجيب. هذا لا جدل فيه، القضاء ما كانش نزيه والمحاكمة لم تكن عادلة، المفروض الغيزونمو يكون هكايا أنه راهي المحاكمة هذيك استجابت ما استجابتش لمعايير المحاكمة العادلة، كيفاش تم إعدامهم إلى آخره. دونك ولليوم عائلاتهم يطالبوا بروفيتهم، ما يعرفوش مكان دفنهم وين، ولا وزارة العدل جاوبتهم، ولا الداخلية جاوبتهم، ولا الدفاع جاوبتهم، ولا القضاء جاوبهم، ولا النهضة وراشد الغنوشي جاوبوه. من حقهم، وهذا اللي أنا قلته لك في الأول أنه راهو هو وجهة نظر، هو من حقه باش يعبر على رأيه، أما أنت زادك تدافع على اللي قام بالانتهاك وأنت معناها تنتمي لحزب سياسي معناها ممثل في البرلمان وكان عنده دور محوري في المسار هذايا، يعني الدولة ماذا وفرت أيضا للضحايا في طرق سبل معناها العدالة والإنصاف؟ هل الناس هذية على الأقل ما نخلطش إنهم خذوا حكم معناها في ديهم كانت حام من عرش كانت حولت ملفاتهم ولا الدوائر القضائية المتخصصة، هل الناس هذية على الأقل توصلت لكشف الحقيقة؟ هذايا لو مينيموم معناها. هل انت اعطيتهم حقهم باش في الاخر معناها الطالب باهي انت اعطيت فما ناس نقولوا اعترفت من الاول للاخر وفما ناس اخرى خذيت حقها وقتها تنجم الطالب بالمطالبه هذه. اما كي انت تجي توا في مسار متعثر ويعاني من هذايا الكل عباره انت معناها هاك العفن زدت عملت فيه السكينه. حمزه المتف، والله مدام سلوى تحدثت على مسألة عدم نشر ملفات محاضر لجنة التحكيم والمصالحة، قرارات لجنة التحكيم والمصالحة. بالحق يعني هذه نقيصة كبيرة، يعني أنه وشفنا أنه الأستاذة ابتهال عبد اللطيف خرجت قدحت حتى في سير اعمال اللجنه، يعني هذا اضعف حتى وكل الاعضاء سبوا بعضهم واتهموا بعضهم. هذا اضعف الهيئه واضعف حتى ضرب شرعيه ومصداقيه المسار ككل. يعني انا تشوف جمعيه المجتمع المدني ضحايا وغيره، يعني كي ضرب المسار هذه مشكله كبيره، يعني ضرب كل المسار، ضرب الفكره ايضا انه وكانه وقع لملمت بعض القضايا في الغرف السوداء وبيع وشرية، يعني ما دخل
ما دخل الناس كما كنت تحكي على اهالي ضحايا او اهالي قضيه باب سويقة او 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 ضحايا التعذيب في ملفات اخرى بمثلا مسائل التحكيم والمصالحه قضايا ماليه وغيره. لهنا يبدو لي انه استنتاج هو ممكن تداخل وكثره الملفات اللي وقع اعطائها ولا اعتمدت عند في مسار العداله الانتقاليه وعند هيئه الحقيقه والكرامة. ضرب تسويه ماليه، ضرب مصداقيه المسار عن طريق القدح في التسويه الماليه يضرب المسار حتى في قضايا اخرى، في قضايا حقوق الانسان، في قضايا تعذيب، في قضايا للاسف. وهذا اللي شفناه انه في النهايه ذي كل مسار وقع التلاعب به وزيد والعمر عدوا به ريوسهم وغيره وغيره، وتعويضات ومسائل التعويض المالي وتسطيح واختزال وحتى يعني ضرب كرامه الناس يعني في مسائل التعويض وغيره. هذا هل انه ربما الاستخلاص بعض العبار، هل انه وقع لعدى 20 عام في الحبس ولعدى 15 عام في زنزانه انفراديه واللي عدى اشهر وهو معلق ونعرف انتهاكات حقوق الانسان كيفاش كانت تتم في مخافر الشرطه طبعا. في من قبل جهاز امن الدوله، من قبل وزاره الداخليه، زعم مليارات العالم تنجم تعوض له هذا؟ لا ابدا ابدا ابدا. والناس تنجم تنسيه في اللي صار فيه. وناكد لك انه الناس، وهذا شفناه حتى في تجارب، انه الناس طالبه اعتراف وطالبه اعتذار. يعني المساله المعنويه مساله اساسيه. من اعتذر للضحايا في تونس؟ ولا يعني ولا احد. في مساله اخرى، مساله تصريح لطفي زيتون، هذا الدليل على الحسابات السياسية وتجيير الملف وإخضاعه لحسابات سياسية. في النهاية ملف العدالة الانتقالية يعني سياسيا كانت من قوة سياسية مهتمة ويهمها الملف بصفة أولى هي حركة النهضة على الأقل، يعني اليسار ومشاكله وتشرذمه وغيره، ولكن كقوة سياسية موجودة اليوم وتحكم هي حركة النهضة. هو ملف متفجر، ملف العدالة الانتقالية داخل قواعد حركة النهضة هو ملف رقم واحد ربما. نحكيه برشا على التمديد والتجديد لرشد الغنوشي، نحكيه على الصراعات التنظيمية، ننساو أنه النهضة في النهاية هي ذاكرة مجروحة. ننساو أنه قواعد النهضة اليوم ربما اليوم فوبيا السجن، يعني مازالوا عايشين فوبيا السجن طبعا، وانه ما يربطها اليوم بالنهضه قواعد اللي يعني اللي قاسات لمده عقود، قد يكون الملف هذا الملف الوحيد والاخير اللي مازال يربطها بالنهضه. قفز لطفي زيتون على الملف هذا ومطالبته بغلقه قد يكون نوع من التصفية للنهضة ورسالة إلى ضرورة المرور والقفز على النهضة. انتهى زمان النهضة. هذه جزء ربما من قادة النهضة هما في اللي تبدأ بخي، هما فيما بعد النهضة، ولطفي زيتون أحدهم. فما معضلة أخرى أنه ما عودناش النظر في نظام بن علي على الأقل، أو في نظام بورقيبة، خلينا حتى من نظام بن علي اللي فات يعني لهنا قبل 2011، يعني ما شفناش يعني نظام بن علي لازمنا نفهموه، لازمنا نفركوه، لازمنا كشف الحقيقه كما قالت مدام سلوى، انه كشف الحقيقه مهم جدا، لانه في النهايه الضامن الوحيد لعدم تكرار التجارب هو تسليط الضوء على الحقيقه، هو اعاده الاعتبار للضحايا. اليوم ما فما حتى مانع من اعاده التجارب السابقه حقيقة، لا شفنا كشف حقيقة يعني كبير ويكون يحظى بتسليط ضوء عليه بإجماع، لا شفنا ربما يعني توافقات سياسية كبيرة تخلي انه الملف هذا يولي محور اهتمام ومحور إعادة اعتبار لأجيال وأجيال من المناضلين، ما شفناش يعني، وهذا مشكله. مدام سلوى القنطري، نختم معاك بسؤال مزدوج حول ملف الاموال المنهوبه. شنو جديد في الملف هذايا؟ وين وصل؟ انتم تبعتوه، خدمتوا عليه، وايضا المستقبل، شو المطلوب اليوم للوصول للمصالحه الوطنيه اللي للاسف اصبحت شعار مبتذل احيانا؟ فعلا، لانه زاد نحب نقول لك اللي نحن توا معناها ثلاثه قاعدين نحكيوا على الضحايا المرئيين اللي عاد مشاو واللي قعدوا في الحبس ولا اللي كانوا في السريه والا الى اخره، عندهم عائلات وعندهم احفاد، ما حكيناش معناها على المراه اللي عمرها مشي معناها وهي تهز في القفه للحبس، والصغير اللي معناها اللي كبر وبوه في الحبس الى اخره، جينيراسيون كامله زاده هذيك زاده جزء كبير من المجتمع نتاعنا، هذيك الغير المرئي اللي زاده المفروض
المفروض العناية بمسار العدالة الانتقالية يخلي أنه الناس هذية يرجع لها الاعتبار وتكون عندها ثقة معناها أكثر في دولتها. بالنسبة لمسار الأموال الملهوبة نحن كان معناها عنا اتصالات معناها كثيرة كسوسوا مع السيد الوزير السابق غازي الشاويشي وإلا أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة. أسست المكلف العام بنزاعات الدولة مؤسسة مهمة برشا في تونس تخدم على الأموال المنهوبة ولكن معناها حسب ما شفنا يديها مكتفة برشا بالقرار السياسي في حين أنه هي معناها كمؤسسة فيها كفاءات ممكن معناها توصل لنتائج إيجابية في الملفات اللي تحت أنظارها إذا تتمتع بالاستقلالية المطلوبة، إذا كان زادة تكون فما إرادة سياسية باش تعاونها مش إرادة سياسية تعطيها الملف كمعناها بصورة بيروقراطية باش تخدمه فقط، إرادة سياسية باش تعاونها معناها يظهر لي تونس عندها ما يكفي من الأصدقاء أنهم باش يعاونوها لاسترجاع الملف. فماش تقديرات مالية لليوم بعد 10 سنين مازال فما أمل في الملف هذا؟ والله إذا كانت الدولة تخدم على روحها ديما فما أمل في الملف هذا، خاطر مثلا توا يظهر لي جمعة التالي السيد رئيس الجمهورية اتصل برئيس الكونفدرالية السويسرية وما بين الحاجات اللي حكيوا عليها هي ملف الأموال المنهوبة، يعني زيد راهو في ملف الأموال المنهوبة فما حاجة مهمة يلزم معناها اللي يجري على الفلوس هذيك تكون في اعتباره، هي الفلوس عندهم في بلادهم، أما هو مش باش يحل لك الباب يقول لك تفضل، زاد هي هذيك يخدم بها هو في الاقتصاد نتاعو مشيت له البانكيت نتاعو والى اخره، دونك هو زاد عنده انتغي انه يكون جنة ضريبيه ماهوش حل للبيب للفساد معناها بصوره اعتباطيه. فانت يلزمك تخدم على روحك ويلزم يكون عندك ما يكفي من الخبره الفنيه والاراده السياسيه لتوفير الخبره هذيا باش تنجم ترجع الفلوس هذيك. وانا يظهر لي في تونس على ضوء اللي شفناه في خدمتنا كمركز دولي للعداله الانتقاليه ماهيش حاجة مستحيلة، وبالعكس نجم تكون هي معناها حل مهم جدا للأزمة الاقتصادية لتمويل جبر الضرر باش ما تجيكش من بعد تاكس معناها باش تخلص جبر جنوب افريقيا عملوا تاكس راهو باش خلصوا جبر الضرر، معناها هذا الكل راهو فيه منفعة لمختلف شرائح الشعب التونسي. كانت الدولة بالحق تركز في انها تخدم على استعادة الاموال المنهوبة نتاعها. حمزة في 30 ثانية. يعني ملف مهم للغاية ملف الاموال المنهوبة، لانه كما قالت مدام سلوى جبر الضرر اليوم، يعني كيف يمكن تمويل جبر الضرر في بوجود الثقب المالي اللي شفناه، انه دولة اليوم غير قادرة انه تدين من برا، غير قادرة انه تحشد الموارد في وضع كورونا، فالاولى انه يقع الى اهتمام خاص بملف الاموال المنهوبة. سيدة سلوى القنطري مديرة مكتب تونس للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، شكرا لك على حضورك معنا اليوم على كل هذه الإفادات والتوضيحات، يعطيكم الصحة على المجهودات الكبيرة اللي تقوموا بها وإن شاء الله يكون فما متابعة لهذا الملف. شكرا حمزة المد برفقتنا اليوم كالعادة، حمزة يحضر معنا ويرفقنا يوم بيوم هو وزميلنا جهاد الحاج سالم. في الختام أعزائي المستمعين محمد اليوسف وكامل الفريق يسلم عليكم في أمان الله.